بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إكمالا لحلقة اليوم عن بعض الهبل اللي يحتفلون بالمولد النبوي العري والفسق والفجور اللي صار والعياذ بالله. يقول لكم أيضا مجموعة من المحششين الظاهر الصنف كان معفن شوي فشموا لهم صنف معفن معتق فقالوا يلا خلينا نجيب نحتفل بالمولد ونجيب فرقة وطبالين ورقاصين وين نقعدهم داخل المسجد. نقعد داخل المسجد يا حبيبي نهز هز يوز ونرقص شوفوا معي المقطع أعزائي المشاهدين وراح أرجع أعلق عليه. في عبده فين؟ في عبده قلت ايش في عبده ليه؟ يعني ما ناقص الله يجيبون في عبده اخواني الكرام. يا اخي ايش قاعد يصير؟ لا حول ولا قوة الا بالله، انا لله وانا اليه راجعون. فرحانين واللي يقول لك ايه واللي يقول لك انت عاد فين يا حبيبي؟ فعلا اخواني الكرام انا قلت لكم اليوم احنا محتاجين اعادة ضبط المصنع، محتاجين يعني نسوي فورمات حق المخوخ اللي عندنا. بعدين يجيك يقول لك والله احنا قاعدين نحتفل بمولد النبي. انتوا تربطون هالمسخره بالرسول محمد صلى الله عليه وسلم. يا اخي انتوا ما تخافون الله سبحانه وتعالى؟ يا اخي لا حول ولا قوه الا بالله، والله لا عنبر 80 ولا 7000 راح يجيب نتيجه مع هالاشكال هذه. والله فعلا مناظر مخزيه، الواحد يستحي انه يقول ان هذول مسلمين. والله إخواني الكرام أنا ما أضحك معاكم. كذلك من الأشياء اللي صارت أيضا يعني في مهرجان القيروان هذا بما يسمى بمولد الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، غير العري اللي صار، شوفوا معاي هذا المنظر. يعني إحنا واحد بيقول يا عبد العزيز لا إحنا رجال مع رجال، إحنا سوينا احتفال رجال مع رجال. شوفوا رجال مع رجال إيش الهبالة اللي سووه. شوفوا معي هذا الفيديو إخوان الكرام. أنا أقول لكم إن هل اللي أنتم شفتوه الآن إذا ما كان من طقوس عبادة الشيطان ما أكون أنا. الرسول محمد صلى الله عليه وسلم بريء من الحركة هذه. هذا واحد مجنون، هذا أهبل، هذا شيء من طقوس عبادة الشيطان. ما يا أخي أنتوا صاحيين ولا شنو؟ أنتوا صاحيين ولا إيش؟ أنا اليوم يعني قاعد أقول لكم أنت إذا كنت من المؤيدين أنك والله بتحتفل، يا أخي خلوا الاحتفال قرآن، قراءة سيرة الرسول، أذكار. معنى أنا أقول لكم يعني أنا ضد هذا الموضوع ولا لأي علاقة، وأنا أقول لكم أرجوكم لا حد يناقشني في هالموضوع. هذا الموضوع ما له أي علاقة، لم يقم به الرسول ولم يقم به الخلفاء الراشدين ولا التابعين، ولا يوجد أتحدى واحد يعطيني نص شرعي حديث ولا آية يطلب من الرسول محمد صلى الله عليه وسلم الاحتفال بميلاده. فاتقوا الله يا أخي، خافوا الله سبحانه وتعالى. شو المسخرة هذه اللي قاعد تسير؟ والله ها يعني وفي فيديوهات أخرى ما أبي أطول عليكم إخواني الكرام. يا أن مسخرة، يا حشاشين قاعدين في مسجد، يا عري، يا هذا عبادة الشيطان. شنو إيش قاعد تسوون أنتم؟ إيش قاعد تسوون؟ والله أنا أقول لكم لو الأمر بيدي فعلا أدمر التعليم رقم واحد وأدمر الإعلام رقم اثنين وأسوي لكم إعادة ضبط المصنع. ما لكم حل ثاني. أتمنى الرسالة تكون وصلت.